الليل بيسوحنا سن الليل بيعذبنا، كل اللي حبه كداب، كل الوعود يا وهام، دايما خسران فبطلت ان اخاف، صعب ان ابان وسطيهم ضعيف، فبطلت ان اشتاق، بطلت اشوف ناس بتعمل لي بنفاق، الحب افعال وانت فعل الكلام، فعل الكلام مش قد الحب كنت وضحتيلي من زمان. كل مرة حاول انسى اقعد مع حالي احلى جنبي كام كتاب وقهوة. ويلكم يوتيوب، رجعنا لكم بفيديو جديد. الفيديو هو النهاردة جايين نتكلم عن مهرجان الجونة السينمائي. المهرجان ده كان مهرجان بمعنى الكلمة. كان ايه اللي حصل فيه يا بلال؟ ما كانش فيه فيل ولا فيج ولا الناس بتاعت المهرجانات. لا لا ده كان فيه كان في ممثلات جميلات، تمام؟ يعني وكل واحده بقى كانت بتتميز بفستانها الانيق والجميل وطبعا انا كنت عايز اعرض لكم الصور بتاعتين، بس انا عشان محترم فمش هنعرض، فاحنا طالعين نتكلم قلنا نعمل عنهم فيديو ونشوف ونقول ليه بيحصل كده. يعني انا عن نفسي ما عرفش يعني ايه الجونه السينمائي ولا بتنجان. انا لقيت الحوار ده ترندنج في الفيسبوك في اليوتيوب، فقلت ايه ده وفي يا جدعان؟ قالوا لي باين ده حوار بتاع ممثلين او ممثلات، وكله بيروح هناك ما عرفش بيعملوا ايه، ما يعني بيروحوا بيجمعوا نفسهم كده، وكله كل مذيع بيروح يعمل لقاء مع مذيعه. ايه ده مذيعه؟ كل مذيع ومذيع بيعملوا لقاء مع ممثل او وبياخدوا منهم بقى اقوال ومعرفش. هو الحوار ده كله رايحين عرض ازياء يعني؟ طبعا مين اللي كسب في الاخر؟ اللي كسب في الاخر احمد الفيشاوي. انا جاي كده بنزل على الترند وبشوف ايه اللي بيحصل، لقيت مكتوب قبلة ساخنة. ليه يعني؟ في حاجات يعني غريبه. هو رايح يقول يعني هو عالب ده يطلع على اليوتيوب؟ ايه يا ابني خبصتنا ام اليوتيوب والفيسبوك؟ كل ما انزل على اخر اخبار احمد فما ينفعش الحوار اللي بيحصل. يعني الفيسبوك واليوتيوب في خطر، كل شويه يطلعوا، كل شهر يطلعوا عليه الجونه السينمائي. حصل حوار قبل كده على الجونه السينمائي برضه. بس لا مش كل شهر، كل فتره. كل فتره معرفش قد ايه بقى. بس عامه ليه يعني؟ احنا مال ابونا، احنا مال قلبونا البول. احنا مال ابونا، احنا ننزل على الفيسبوك اليوم ليه؟ طب ليه تاخدوا شير للفيديوهات دي؟ احنا مالنا يعني؟ هم ممثلين مع بعض، احنا مالناش دعوه. فيديو للذكرى، ما تخنقوش ابونا بقى. فبس كده الفيديو كان صغير شوية، قلنا نطلع فيه نتكلم عن الحوار اللي هو مهرجان الجونة السينمائي وليه بيحصل كده وليه ماشي صح. المهم بس كده الفيديو خلص. تسلم 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 انك مشاهدة خلصت الفيديو لحد الاخر، فانزل اعمل لايك دلوقتي واعمل اشتراك وسبسكرايب للقناة عشان عايزين نوصل ل 3000 مشترك. في ناس هتسألني تقول لي يا بلال الاغنية الاولى اللي انت حطوها في بداية الفيديو دي اسمها ايه؟ الاغنية تبقى يعني انا مش هقول لكم اسمها ايه، بس هي تحت في الديسكريبشن. طبعا هتلاقي الاغنية تحت في الديسكريبشن من غناء. وبس كده، اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. كان معكم بي فيديو. سلام.